صابر عالج وستين بكل جبوه سيدا بدك خلاص حكي معني اخي اشتكي للوزير. ما انت معلش انت معلش بحياة امك انت ما حدا انت ما تتدخل خلاص عندك صفات ما بدي احكي ما بدي احكي ما بدي احكي تركني لحالي عني قصر قصر شايف شو رأيك بالأكل الهواء هذا شو هذا نساوي خلاص معلش خلاص لك هدول إليك ما أحلى ريحة هالوردات طول عمرك مزرق يا عيد ليك الناس بتحسدني عليك يا الله شو حلو لك ليش هالكاسة المزهرية شو عامل العمى ضربك انتين؟ شبك؟ لغبت ساعة واحدة بالاكناكة البيت؟ أنا عندي ولد صغير أنا... لك أنا شو الله بلاني؟ أنا شو الله بلاني؟ شو؟ شو بدك تقول؟ إن شاء الله بيقولوا قوالك والناس نايمة إيه؟ احكي شبك؟ فهمنا جوعان شو دخل الوردات بدك تاكل الوردات يعني قال عطوا الحمار ورده يشمها قام اكلها سمعان بهالمثل شبك مثل المسطول انت ما فيك مخ لك شبك بدي سندويشه جبنه سيرة الحظ أبو محمود أنا أعطل من حظي ما في نهائياً صرت أكثر من 20 غنية مقدم لهم إياها للإذاعة لحديت هلا ما وافقوا لي على وحدي
ايه كمان انت يا اخي تلحلح لك شوي. شلون يعني تلحلح لك شوي؟ يعني اكتب لك شي غنيه من هدول الدارجين يلي فيها طقطقه. ايه حرك حالك. لا لا يا ابو محمود، انا اكتب طقطقه؟ انا اكتب دارج؟ وين مشروعنا الثقافي في تطوير الاغنيه؟ ما شاء الله. هلا حضرتك بدك تطور الاغنيه؟ انا عم حاول يا ابو محمود. هلا كنت بنفس السيره هذيك الطاوله مع واحد من تلاميذي. وصار لك تلاميذ بلا صغره؟ يعني مو عاجبك يا ابو محمود؟ اي نعم سيدي، عندي تلاميذ ومتاثرين بالاغاني اللي انا بكتبها كمان. وين سمعوها؟ وين سمعوها؟ هلا كنت عم تقول انه ما قبلوا لك ولا غنيه بالاذاعه، فبدك تقول لي وين هالتلاميذ تبعك سمعوا الاغاني تبعك؟ ابو الانتصارات ممكن تسمعنا اخر غنيه لك؟ والله يا ابو لؤي امبارح ما نمت بالليل، حكشت براسي هيك غنيه وضليتني وراها لحتى خلصت الساعه 5 وش الصبح، واتصلت لك بابو فريد. هلا انت مجنون شي؟ لك حدا بيتصل بواحد تاني الساعه 5 الصبح؟ نعم سيدي، وسمعته الغنيه على التليفون. دخلك ابو الانتصارات بدي اسالك، وقت سمعته الغنيه لابو فريد ما بهدلك؟ بهدلني؟ يا سيدي وقت اللي سمعه طار عقله فيها. بالله هلا ابو فريد في عقل حتى يطير؟ ما طول عمره مجنون. ابو فريد مجنون؟ الله يسامحك يا ابو محمود، ما تواخذني بهالكلمه. يعني ابو فريد بيوزع عقل على البلد كله، فيه عقل اكثر من كثير ناس، فنان، رسام، تشكيلي، مهم. يا سلام، هلا هالمعط يلي بيمعطوا بتسميه فن تشكيلي؟ ايه سيدي، انت شو فهمك بالفن التشكيلي من اساسه؟ نعم، ابو فريد فنان تشكيلي ومن طراز رفيع جدا، وبيفهم بالسياسه كمان، ومتابع للسياسه والاقتصاد. لك ايه فلقتنا بابو فريد، فلقتنا فيه. شي طبيعي انه يتابع السياسه والاقتصاد. لك هالشو عم يساوي بحزبه يلي صار له فيه 35 سنة؟ هلا ايمونا من السيرة، ممكن لو سمحت يشنف آذاننا بكلمات الأغنية الجديدة تبعك؟ مالي مراء اليوم. وليش مالك مراء؟ قال صحيح لا تقلوا للمغني غني ولا للرقاص رقص. على كل حال أنا بدي استأذن، صار وقت روحتي على المحل. وأنا كمان صار موعد غدائي. شو؟ لسه عم تتغدى بالمحل؟ ايه بلا، وسيم من الصبح بتعرف الله يرضى عليه بيحضر البوظة، بيجي وقت الغداء نتغدى وبعدين بلش الشغل. ايه ايه يلا شرفوا. قال وينك؟ قال وين بدي يكون يعني؟ محل ما اتفقنا. طيب خليك عندك، الشوفير بعد دقيقتين بيكون عندك، بجيبك وتجي لعندي. دقيقتين ها مو اكثر، واقف بنص الشارع انا. لا خلاص عم بقول لك دقيقتين، لا تصرعني يلا. سلام. يجيبه ما بتقول الا وصله. طيب ماشي، زين لا تحت وخليك بين الناس، واول ما يجي خده على جنب، اخر لي اياه شوي، ما في داعي ياخذ وش علي، لازم يعرف من قصه شغل وبس. اوكي. ومثل العاده دوره بالمعرض وورجيه على اللوحات، مشان اذا في شيء من حرام لاحقه ويقتنع انه هو عم يشوف اللوحات، وبعدين فوت لي اياه. بامرك. We'll be right back.
تفضل ابو محمود. يسلم والدين. وين سما؟ ما بدها تتغدى؟ بلا لكان، هلا رايحه ناديه. اليوم حكى اخوك ابو قصي مشان سمر. يا شبها زعلته؟ يي ابو محمود الله يسامحك، هلا بنتك سمر بتزعل حدا؟ بنتك انخطبت. خطبت وانا مالي خبر؟ شلون يعني بدها تنخطب وانت مالك خبر؟ الجماعه حكوا مع اخوك ابو قصي وبدهم يجوا يطلبوها منك، بس هو خبرك وما لاقاك وقال المسا بيرجع يحاكيك مره ثانيه. ايه الله يوفق. رح اروح ناديله. يا سمر، سمر. امي لك شبكي ماما متخبية من لمن اجيتي؟ والله مستحية، شو بدي اقول له هلا؟ يو من شو مستحية؟ بعدين شوفي شي بخجل. ما بعرف بس خجلانة كثير. اي خلصيني بقى، رح يبرد الاكل. ما حدا غيرك انخطب، كلنا خطبنا وتجوزنا. أهلين بالعروس. كمانك عم تخجلني. لا تنزلي بابا، كلي وبعد الغدا بنحكي. محمود بيك إمتى راجع من الرحلة؟ بكرة إن شاء الله بيوصل بالسلامة. يلا كلو دقيقة لجيب اللبن وإجي. يعطيك العافية. إيه الله يجيبه بالسلامة. كلي حبيبتي، كلي ليش خجلانة؟ كل الناس اللي بالمعرض يحسوا انك مبهور وانت عم تتفرج، ليك هي اللوحة مثلا 25,000 دولار. هيك؟ ايه هي الحرام ما بشتريها 25 ورا، مجرد نظر. بتجي تلحقني بدون ما حدا يحس وكافي تاخذ منك الشيء. دخلك لشو كل هالحركات؟ معلش يا امان. بدي اتاكد انه ما في حدا ملاحق. كاتي خذي الشنطه من الاستاذ وقول لي اياها تعال. يا قطعة طمنيني، شو بحبشتي من السوق؟ يي يا أبو عبدو، يي 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 السوق، السوق بيخوف والناس كلها صايرة زياب. ليش ما بتعرفي إنه عايشين بوادي زياب؟ ثواني ومننتقل على الشوط الثاني. كبدبت أنتي. شفت الأربعين ألف يلي بعتلي إياها؟ لا شفت علي بابا والأربعين حرامي طاروا ما. أي حطيت فوقهم 20,000. لا لا لحظة 19,000 و735. عادي فدا صرمايتي لك، فدا الخلخال اللي برجلك. بعتلك لا يا روحي لا، فداك انت يا ابو عبدو. ليش انا كرمال مين جايبي هالتياب؟ لك ان شاء الله بخبي لك الهنا. ايه تقبري قلبي ان شاء الله. بدي اسألك بس شو لونه؟ أبو عبدو قال يا مفاجأة، ما رح أقول لك. تحيات أختك بس باكي، قولي لي شو لونه؟ أحمر أخضر بنفسجي، طقت موتي ما رح أجي. ما رح أقول لك، ما بدي.
اه يا سهر هر يا ابها يقبرني الله تبعك. بتعرفي جاي على بالي كل اشارات المرور تتفركس ببعضها ويفوت الزلم ببعضهم كلياتهم، خلينا نسبب هون كله بده تصويج لانه اسمع اسمع اسمع، بكره بس تستاجر البيت برجيك ياهم. خلاص وبكره بكره شو يعني بكره؟ ان شاء الله اللي بيخالفك يقلب مره. على سيره البيت، كأنه جارك هذا الدلال مسكر اليوم؟ أب ما عليك؟ ايه مسكر. ما بعرف شو اسمه، نسيت بس هيك انتبهت. ايه قطعوه اسمه أب مالك. ايه سكر من شي ساعة، قال من مسافر من هفي على بيروت. ليش هو شو بيشتغل ببيروت؟ كمان دلال؟ والله ما بعرف يعني، أنا ما سألته. يعني شو صار معه بالبيت؟ والله لهلا ما بين شيء يا اطعام. ويني رح ابعث لك غدا. ما بدي اعزبك. احمر اصفر ايه رح ابعث لك. مستنياك. باي. شرف اخ شرف. مرحبا علي. اهلين اهلين. ومالك؟ تفضل. تفضل تفضل. كيف كانت الطريقة ان شاء الله؟ منيح الحمد لله رب العالمين، كله تمام. شرف. لا شكرا ما بتعاطى. كثير منيح. لازم تعرفي بالشغل شاطرك، لازم ما يدخن وما يحشش ولا يشرب ولا يلحق نسوان ولا يتعاطى بالقمار. يعني يكون ما عنده ولا نقطة ضعف. يمكن فهمك ملحم شغلك الجديد مو هيك؟ ايه فهمني. هي اول مره بنشوف بعضنا يا ابو مالك، وكل شيء بدنا نحكيه لازم تحفظه ما تكتبه، لانه النسيان ممنوع. ايه النسيان ممنوع طبعا ممنوع. ليش انا نسيت شيء لا سمح الله؟ نحن بلغينك انه ما بتشري السم من عند الواحد اكثر من مره، وبتحرق اول ما بتطلع، بس انت ما عملت هذا الشيء. والله راحت عن بالي، بس انت كيف عرفت؟ ليك نحن حبينا نوسع عملنا معك لانه نقط ضعفك كثير قليل، بس ما كنا بنعرف انك بتنسى. يمكن الحق على ملحم ما خبرنا هذا الشيء. النسيان يا ابو مالك ضريبته كثير كبيره. هلا في نقطه ضعف وحيده بشك فيها كل الناس، المال، وهذا حق، بس هذا الحق محدود. فهمت عليك فهمت عليك. بعت لأخوك المصاري؟ هلا بياخده معه وهو رايح. ما لازم يحمل معه أكثر من $1,000. حط له المصاري بحسابه وأعطيه الوصل. حاضر. منيح. وهلا بنحكي بالموضوع، قصدي الأهم. شرف شلون يعني؟ يعني وين الحواضر والخضرة واللحمة؟ الله نسيت يا فادية يا فوفو يا حبيبتي. لا سيدي ما نسيت، انت مالك مهتم. لكن شو على بالك؟ اكلت برا واجيت. خلاص فادية خلاص، حطي اي شيء ناكله. يعني بدك تفهمني انك مو اكل برا؟ يا ستي مو اكل شيء وراح اموت من جوعي، حطينا اي شيء ناكله. ما عنا شيء، قلت لك البراد عم يصفي. لك حطينا كم زيتون وكاس الشاي، ولا لك لا تحطينا شيء نهائيا، ما عاد اكل ولا لقمه اليوم، خلص يحرم علي الاكل بهذا البيت اليوم. إيه لا تحلف يمين، محلوف عنك، اصلا خبز ما في. اه لك حلي عني من شان الله، حلي عني. شو رأيك باللي شفته يا أبو مالك؟ قولي يعني
شوف يا ابو مالك، بدك تقنعنا تمام بالسفر. ليش لا؟ راتب منيح وعيشه بامريكا، ممكن ياخذ جنسيه، يعني شو بده احسن من هيك؟ اساسا ليش رجع من المانيا بعد ما خلص دراسته؟ مظبوط، شو بده احسن من هيك؟ ما قال لك نبيل تحكي معه؟ قال لي لك، ما قال لي، معقول ما قال لي؟ اذا وصل معك الطريق مسدود بتقول له هذا السي دي ممكن ينتشر على اليوتيوب، بتورجيه عندك بالبيت، وبعد ما يشوفه بتكسره قدامه. شو في بالبوم؟ كمالة اللي شفته، فضايح مع بنات لما كان عم يدرس بالمانيا. فضايح اكثر من هيك؟ ايه اكثر بكثير. ربي كما خلقتني. عدم مؤاخذة، كيف جبته من هداك الوقت يعني؟ هي مو شغلتك. ايه طبعا مو شغلتي، لكان شغلتي معقولة مو شغلتي، بس الواحد يعني مو لازم. انت ما بتاخذ مصاري؟ طبعا عم باخذ، لكان شو؟ رح اعطيه سعر جديد ما بتحلى فيه بكل حياتك، على كل شاب بيسافر برات البلد. هذا إذا سافر. وإذا ما سافر؟ أنت بتخسر المصاري. مو نقول عنك بلشت تفشل، هو بيخسر حياته. كيف يعني بيخسر حياته؟ هي لا شغلتي ولا شغلتك، هي بتتقرر برا. هلا هدول فراس ومنصور اللي جبت لي وراهم معك اليوم، تخبرهم يجهزوا حالهم، لانه وراهم خلال اسبوع بتكون جاهزه. بس لسه ما حلوا معي. لك يا ابو مالك، شو بدك بحلهم ولا ما حلهم؟ انت خبرهم انه يجهزوا حالهم للسفر وبس. خلص على جميعه وعلى كل الاحوال صار. شو صار بالست؟ شقيرة استوت. ممتاز، معناها لازم تبعتها لعنا زيارة. بس عندها مشكلة صغيرة مع جوزها، نازع لعيشتها، بدها تطلقه. هلا متى ما طلقته؟ لا 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 لا، شو تطلقه؟ طول ما انا متجوزة عيون الناس بتتم بعيدة عنها، إذا طلقته بتكتر العيون حواليها. لا تطلق. هو هلا فايق بالحياة، مريض، عنده شيء نفسي، مهدئات ما مهدئات. من كل مليون مرة بتلاقي وحدة مثلها، حلوة وظريفة وذكية وبتحب المصاري. وأنا بناء على التقارير اللي أنت بعتها قررت إني أقابلك بعد 3 سنين شغل يا أبو مالك، لأني اكتشفت إنك واحد ذكي. الله معك وفتح عيونك منيح. يلا السلام عليكم. وعليك السلام. صدق اللي قال هم البنات للممات. ايه والله صحيح. لك شلون ما حسبتها ما عم تنحسب معي، وشلون ما وجهتها ما عم تتوجه. لك من وين بدي دبر مصاري لخطبة سمر وجهازة؟ من وين؟ ومصاريه اللي عطيتها لأخي ما عم يرضى يرجع ليها. أنا الحقاري ضربت وأخذت قراري إني أتقاعد على بكير. شو كان صاير علي ها؟ شو كان صاير علي؟ لك ليكني فيني ضل أشتغل لهلأ؟ أوف. ولا ماني شاطر غير اقضيها من البيت للقهوة ومن القهوة للبيت. لك تضرب هيك عيشة، تضرب. آخ يا ربي،
يا رب تساعدني لأخذ بهالولاد يا رب. خلصنا بقى يا زلمة، والله صلعتنا بصوت الموبايل. إيه مالك سمعان عم بسمع فيروز؟ يا زلمة ما في أحلى منها اللعبة، شو عم تحكي انت؟ لك إن شاء الله بتلعب بالأربعة. إيه يا أخي إيه، بس خليني خلص هالجيم حاضر خلاص. كول إجا المعقصة. يا سلام، طلبت علما من هنا. بربكم هل هذا وضع صحي لإثنين من طلبة العلم؟ هلأ أنت لا بدك تكن ولا تهدى؟ يعني شو الوضع اللي مو عاجبك بالموضوع؟ واحد جالس يقرأ، واحد قاعد عم يلعب. واحد يقرأ نعم، فالعلم فضيلة، وواحد يلعب هو حر أيضاً. هذا حرام، هذه الأغاني حرام عليكم. أيوة، هلأ المسجلة صارت حرام كمان؟ المشكلة مو بالمسجلة. لكن بشو المشكلة أخي؟ بالأغنية، أنتم تستمعون لأفسق ما غنت هذه المدعوة فيروز. أفصى مدعوة فيروز؟ يا شباب، هل تدركون معنى هذا الكلام؟ وقف لألا، أنا ما بدي أدرك ولا بدي أعمل شيء. قايم على غرفتي، حط راسي ونام، أحسن الشيء. كمال، أنت تفهم ما أقصد. أخي أنا لا بدي أفهم ولا بدي أستفهم، الله يوفق. إذا فيروز مو عاجبتك بيا الدنيا، شو بدي يعجبها؟ استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو محمود خير؟ شبك ليش ما بتفوت تنام؟ ما عم يجيني نوم. استهدي بالله يا رجال، اقرأ آية الكرسي وفوت نام. آمنت بالله. من جهة يا أم محمود أنا فرحان، وهالفرحة هاي من جهة تانية ركبت علي هموم. أنا هموم يا رجال؟ عم فكر من وين بدنا نجهز هالبنت. قبل ما نفكر ونفتح سيرة الزواج والخطبة، كنت آكل هم البدلة تبع محمود ليوم التخرج. هلأ صار الهم بألف هم. يا محلى هم البدلة، ولازم جيب جهاز كامل من مجاميعه. هلأ أنت طول بالك والله بيدبرها. ونعمة بالله، بس والله ما بعرف شو بدي ساوي. أنت ولا يهمك، هلأ اسمع لقلك، البدلة مقدور عليها، وجهاز البنت بكير نحكي فيه هلأ. بس يا أم محمود لازم نحسب حسابنا من هلأ. أنا ما برضى بنتي تظهر أقل من غيرها. هلأ وكل الله، أصلاً يمكن هالجوازة كلها ما تصبر، لسا ما شفنا العريس ويمكن ما يعجبك. ليش مو عاجب سمر؟ بلا، عاجب سمر وحاببته كتير. لكن كيف ما بده يعجبني إذا عاجب سمر؟ ها؟ أم محمود لا تقولي لسمر إني عرفت إنه بتحبه كتير. لا يو، شلون بدي إلا وإنزع لك الروزة. تقبر قلبي. يلا يلا, يلا فوتنا. يحرز المشوار. بالله ما المقصود بذلك؟ أي أنها تقدر تعب الحبيب وحضوره. وبماذا؟ بالدعوة إلى خلوة غير شرعية، أو إلى سهرة لا يعلم سوى الله بما ستنتهي. يحرز المشوار، خلوة غير شرعية والعياذ بالله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. هكذا طلبة العلم؟ خلوة غير شرعية، خلوة غير شرعية مكتملة الجوانب. مو على أساس أغاني فاحشة خليتنا نفوت لجوا وقاعد عم تسمع فيروز لحالك؟ تعا تعا كمان، تعا شوف لي هالمنظوم. تعا شو عم يصير معه؟ اسمعها اسمعها، تحليل كلمات هذه الأغنية لأثبت لكما بما يقطع الشك باليقين سفه هذه الكلمات. اسمع. شو بها؟ ما بو شي، قاعد عم يحلل كلمات فيروز، قال بده يشرح لنا إياها. استمع أنت الآخر إلى هذا التحليل. استمع، اسمع منك بشرط واحد بس. شرط ماذا؟
اليوم بعد ما نرجع من سهرتنا انا واخوك حسام بدك تحل لنا غنية بوس الواوا. بوس ماذا؟ بوس الواوا، خلي الواوا، خلي الواوا احلى. كل ما تشوف استغفر الله العظيم. لا تهدي من احببت، ان الله يهدي من يشاء. صح، هذا هو اللون. لا لا هيك ما بعرف، كأنه طالع لزقة. ايها هذا احلى بكتير والله يا ابو فريد، راح تقرب على العالمية باعمالك. بس شوفات العالمية إذا ما حدا عم يشوف اللوحات غير أنا وأم فريد وريحاب ومنتصر وكم واحد من رفقاتي. لازم تلاقي حل. شو هو؟ ما بعرف. لك ضيعت عمري فيكن ولساتني بنفس المحل. يا ربي معقول يموت وما أعمل مع ربي حياتي؟ محرم كل هاللوحات وما حدا يشوفه. أبو فريد تقبرني؟ تعال اشرب القهوة يا عمري، تعا. لك الله يسلم إيديك يا فيروز. بعرفك ما بتنام بتحب السهر كتير، قلت لحالي سوي لك فنجان قهوة تصحصح الراس. وشو رأيك كمان جهز لك الأكل؟ أرجعنا على الخطأ الشائع، افطور وغدا وعشاء وأكل. حبيبتي لسه بكير، الساعة 11، أنا بس جوع باكل لحالي. ماشي. نامت رحاب؟ مثل عادتها قفلت على حال الغرفة وصارت هلا بسابع نومة. هاي البنت بدها تجنني على فكرة، معقولة في حدا بينام وبيقفل الغرفة على حاله؟ لك شو بدك فيها أبو فريد؟ قل لي شو بدك فيها؟ ما بكفي لا بتخليها لا تفوت ولا تطلع، خليها تعمل اللي بدها إياه بغرفتها. معك حق. لك الله يبعت لها عريس لارتاح بها. شلون بده يبعت لها عريس؟ إذا لا بتشوف حدا ولا حدا بيشوفها. يا هشام الواحد إذا بده يجوز بنته بخير. هلا أنت روحي نامي، مو وقت الحكي على الرحاب، أنا جاييني شيطان الرسم الله يرضى عليك يخليني أعرف أشتغل. الله يجيرنا. بابا مور بابا، جاي على بالي هيك شي مرة يعني نغير ترتيب هالطاولة. ليش بقى؟ يعني كسر للروتين. بابا ترتيب الطاولة بهذا الشكل هذا له معاني ودلالات، ما اجى من فراغ. كيف يعني؟ راح اقول لك شلون بقى. وقت اللي تجوزت ماما ميري فأمر طبيعي انها تقعد جنبي. وقت اللي اجيتي حضرتك باعتبارك انت البكر فلازم تعدي مقابل منها كمان. وقت اللي اجت اختك مادلين امر طبيعي الاخت تقعد جنب اختها. اما وقت اللي اجى اخر العنقود الاستاذ لؤي فامر طبيعي يقعد جنب امه لانه حبيب الماما. لا هو دلوع الماما. هلا اللي عم تحكي صح، بس في غلطه صغيره اذا بتسمح لي. تفضل. وين الغلطه؟ يعني هلا ماما قاعده على اليسار، طيب اذا قعدناها على اليمين ما منكون كسرنا شيء بترتيب الطبيعة اللي عم تحكي عنه حضرتك، ومنكون كسرنا الروتين. صح. ابدا مو صحيح. كيف بقى مو صح؟ الناس الطبيعيين قلبهم على الشمال، ما هيك؟ مزبوط مزبوط. بس كمان في بالحياة ناس قلبهم على اليمين وهدول بيكونوا شاذين عن الطبيعة، ما هيك؟ مزبوط. يعني بس شو علاقة اللي عم تحكي حضرتك باللي اقترحته؟ يا بابا رح اقول لك شو علاقته.
أنا إنسان طبيعي، يعني قلبي على اليسار مثل كل الناس، فأمر طبيعي تكون أمك جنب القلب على اليسار. عرفت هلا ليش؟ حلو بابا، حلو هذا الحل. برافو بابا. الرب يحميك يا أبو لؤي ويخليك فوق راسنا وديمكن إلي طول العمر. كملوا أكلكم شوكم. تعرف بابا؟ لو كل الناس بيتعاملوا مع بعض بمحبة كانت الدنيا بألف خير. مزبوط يا بابا. المشكلة في ناس كتير ما بتعرف أن وجودنا بهالحياة هو عبارة عن مشوار صغير ولازم نقضيه بالمحبة والتفاهم وراحة البال. والله يا بابا في ناس فهمانين الحياة شطارة. مزبوط. بس شطارة شو يا بابا؟ الشطارة لازم نخلي الناس تحبنا، مو الشطارة نعمل شغلات تخلي الناس تكرهنا. اليوم الأستاذ حسن سود وشي قدام العالم، خلص شغله ما بده يدفع لحدا، حتى للمطبعة ما بده يدفع، عم يتهرب. كل ما تدق لي سمر بقلها إن شاء الله بكرة إن شاء الله بكرة. كتير خجلت منه بابا. ما بدها خجل، مثل ما سمر بتشتغل عند أبو قصي أنت بتشتغل عند حسن. بس في فرق كبير بين الاثنين بابا. حرام تشبه أبو قصي لحسن. أبو قصي مثل أبو محمود ويمكن أحسن. بصراحة جنيت أنا ما حابب شغلك عند حسن. أي أنا شو دخلني؟ مثل ما قلت يعني طالما هو ملتزم بحاله وبأدبه أنا مكفي عنده شغل، بس بده يزيح هالقدها عن الاحترام رح أحمل حالي وأمشي. الله يحميكي، ما بينخاف عليك. لك شو حسون؟ لا لا ما بين أحمد. مين أحمد؟ لك شريكك. مين أحمد يعني؟ ودك يبدي المليون ليرة تبعي. أي شو فص ملح وداب؟ من وقت ما فك الشركة معي وباعني بيته حسيته بده يروح وما يرجع. ولك فهمنا، يرجع للناس ديونها طالما باع وانضرب على قامته وقبض. شو بعمل له؟ ودخلك انت سكنت ببيته؟ لا، بعته هو وعفشه وغراضه من 4 شهور، واليوم الصبح استلموا اصحابه. ايه الله لا يسامحك يا احمد، ولك ان شاء الله بتلاقيها بولادك يا رب. ولك هاي المليون حيلتي وفتيلتي، ولك روح ان شاء الله بتلاقيها بولادك. رهتت كتير لأنه مو متجوز، ما عنده أولاد، ما في غير هو للختيارة. ايه؟ جبل لجبل ما بيلتقوا، بس بني آدم لبني آدم بيلتقوا. لا إله إلا الله. ولا ليش بدك تروحي؟ مشان الله يا وسام انا لازم اروح لانه شافني بين جيراننا.
هالقد؟ شو قلت ما سمعت؟ طولي بالك ليش خايفك هالقد؟ خذي شوي بلاستيك على الأقل. مشان الله يا وسام عم لك انا لازم روح. ياري حاب طولي بالك، بركي طلع الشاب متفاهم ومحترم، بعدين الشباب بيفهموا على بعضهم. شو بيشتغلون؟ طالب جامعة. طيب طالب جامعة، معقول يكون عقله صغير؟ طيب ليك هو هونيك قاعد روح وجرب.